حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات المنتخب المصري المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. سجل هدف المباراة الوحيد مصطفى مسعد ميسي في الدقيقة السابعة، وبيستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يقع المنتخب الأولمبي في المجموعة الثالثة اللي بتضم إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان. استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته امبارح استعدادا لمواجهة غينيا بيساو يوم الاثنين الجاي في الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وده بعد ما خاض منتخب مصر مباراة يوم الخميس الماضي أمام منتخب بوركينا فاسو انتهت بالفوز 2-1 ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط. وخاض لاعبي المنتخب اللي شاركوه في المباراة الخميس تدريبات جري حول الملعب لمدة 10 دقائق ثم جلسات استشفاء، وأدى باقي اللاعبين تدريباتهم واللي شهدت جمل فنية بعدها تقسيمة. نادي الزمالك يتعادل مع نادي البنك الأهلي بنتيجة 3-3 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. فريق الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش ده بعد الراحة اللي حصل عليها وفقا للبرنامج التدريبي اللي هيؤديه لاعبو الأهلي في الفترات التوقف ده بسبب الأجندة الدولية، وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في التدريبات، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة 15 دقيقة، وواصل بعد كده الفريق برنامجه التدريبي واللي اشتمل كمان على تقسيمة الكرة، وكمان أدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. فريق الترسانة حقق فوز مهم على فريق سبورتينج بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الترسانة في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز. فريق حرس الحدود نجح في تحقيق الفوز على منتخب السويس بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد الماكس بالإسكندرية، ده في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم المقبل برفقة بتروجيت وغزل المحلة. ورفع فريق حرس الحدود رصيده لسبع نقاط في صدارة ترتيب دورة الترقي الممتاز، فيما بقى منتخب السويس عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير. البطلة المصرية هانية الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش تأهلت للدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، واللي بتستضيفها مدينة برمنغهام في الفترة ما بين 2-9 يونيو الجاري، ده بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 195,000 دولار للرجال ومثلهم للسيدات. المنتخب المصري للسلاح حقق 5 ميداليات متنوعة في اليوم الثاني من منافسات البطولة الإفريقية للكبار والمقامة حاليا في دورة المغرب، واللي هتستمر حتى 10 يونيو الجاري، وبكده بترتفع حصيلة ميداليات المنتخب المصري إلى 10 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و6 ميداليات برونزية. نادي ليستر سيتي الإنجليزي أعلن عن تجديد عقد نجمه المخضرم جيمي فاردي لمدة عام آخر ليواصل مسيرته مع فريق ليستر سيتي حتى نهاية موسم 2024-2025. النرويجي مارتن أوديغارد
بيرتو وجاب جائزة أفضل لاعب في نادي أرسنال الإنجليزي عن الموسم المنتهي 2023-2024، وده للموسم الثاني على التوالي بعد المستويات المميزة اللي قدمها قائد الفريق بمختلف المسابقات. نادي ليفربول الإنجليزي أعلن عن فوز المصري محمد صلاح لاعب خط وسط الفريق بجائزة أفضل لاعب في الموسم 2023-2024. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمحمد ومنا علشان نكمل معاكم فقرات صباحية بسيطة. شكرا ليك يا دينا،